الهدف المساعدة الثاني دفع كان من درامي على السيف وكرة لأسامة الحدادي. الحدادي كرة خمس دقائق أخيرة قبل نهاية التسعين في انتظار الوقت البديل. سيف دقاع بلال العيف عبد القادر الوسلات وسيف الدين الجزيري سيكون البطاقة الأخيرة البديلة لرود كرول. وجميلة اللقطة من بسام أسرار في الغازي عبد الرزاق يحاول يرفع أسرار في كورة خليفة والهدف الأول للنادي الإفريقي. هدف تذليل الفارق للنادي الإفريقي من صابر خليفة بعد عمل ومجهود فني من بسام أسرارفي. شوف المشهد، شوف الصورة، شوف اللقطة. أسرارفي يتجاوز غازي عبد الرزاق يوزع كام يخطأ وخليفة ما يسمحش في المنطقة هذه يصوب. خليفة الثالثة كانت ثابتة بعد أولى في دين البثلوثي، ثانية عند غازي عبد الرزاق، الثالثة في الشبكة. أسرارفي سريع جدا على مستوى التمهيد وصابر خليفة يرجع للتهديف بعد الجولة 11 ضد الاتحاد الرياضي ببنكردان. يسجل في الجولة 19 الرابعة أهدافه هذا الموسم. 2-1 4 دقائق أخيرة من غير الوقت البديل.